ويسعى برشلونة هذا الأربعاء إلى بلوغ الدور ربع النهائي للمرة 11 على التوالي، وذلك عندما يستقبل تشيلسي البحث عن مخالفة كل التوقعات وتحقيق تاهل تاريخي آخر من ملعب الكام ناو. مراسلنا سارة بن عياد يقربنا من ظروف الفريقين قبل هذه القمة المرتقبة. احتراما لمكانته، لشعاره، لتاريخه وحاضره، سيبحث برشلونة عن مواصلة مشواره الأوروبي على حساب تشيلسي. هي المباراة الأهم لحد الآن، بما أن المقياس القاري يكون أهم بكثير من التحدي المحلي. البارسا يستقبل البلوز بمعنويات عالية قياسا على صدارة واضحة في الليغا وتواجد في نهائي كأس الملك ونجم مرتاح وسعيد يطمح لتكرار هذا المشهد. طيلة الأيام الماضية تركز الاهتمام على مدى جاهزية أندريس إنييستا الذي عاد ليتدرب مع المجموعة قبل موقعة ستختبر قدرات إرنستو فالفيردي من جديد. Bueno, espero el mejor Chelsea. Esa es la... أنتظر النسخة الأفضل من تشيلسي، فهذه هي الفكرة التي نملكها. سيكون خصما بمستوى عال، وبما أن التعادل السلبي لا يخدمه فإنه سيأتي إلى هنا من أجل البحث عن التأهل، ولهذا سيتوجب عليه التسجيل. في برشلونة لا أحد يتخيل الآن توقف المسيرة الأوروبية، خصوصا وأن كلمة ثلاثية طفت على السطح من جديد خلال الأشهر الأخيرة. تشيلسي من جانبه يضع ضمن أولوياته نسيان همومه في البريمير ليج من أجل محاولة بلوغ دور الربع الذي وصل إليه مرة واحدة في آخر خمسة مواسم. فريق أنطونيو كونتي يعلم مدى صعوبة المهمة في ملعب الكام ناو، لكن البلوز تحديدا هم من أخرجوا ميسي ورفاقه عام 2012 من المربع الذهبي قبل تتويجهم باللقب. بطبيعة الحال هدف ميسي في الذهاب غير الأمور بعض الشيء، وبالتأكيد التعادل الإيجابي الذي عاد به برشلونة يعتبر نتيجة إيجابية. علينا محاولة التسجيل وتحقيق الفوز إن أردنا التأهل. هذا الأربعاء ستعود الأحاسيس المتضاربة إلى خلد نجوم كسيسك فابريغاس وبيدرو رودريغيز، لكنها ستندثر بمجرد انطلاق قمة ستحمل أسماء كبيرة كأزار وويليان. محصلة البرازيلي في لقاء الذهاب تمثلت في قائمين وهدف ثمين قد يفيد تشيلسي في موقعة الرد. أشرف بن عياد، بي إن سبورتس، برشلونة. ويحل بايرن ميونخ المتسلح بخماسيات الذهاب ضيفا ثقيلا على بشكتاش. الفريق التركي الذي صرف مبالغ طائلة على الانتدابات بات قريبا جدا من الإقصاء.